تنفيذا لامر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 4200 وحده سكنيه في كافه المحافظات، اعلنت وزاره الاسكان انتهائها من توزيع كافه الوحدات التي تم ادراجها في البرنامج الزمني لتنفيذ امر سمو ولي العهد، وذلك بعد الانتهاء من توزيع اخر دفعات مشروع مدينه شرق الحد الاسكاني. وقالت وزاره الاسكان انها قامت على مدار ما يقارب شهرين ونصف الشهر بتسخير جهودها لتنفيذ امر سمو ولي العهد لتسجيل خلال هذه الفترة جهودا مضاعفة لمعالجة الملف الإسكاني وتقليص عدد الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار. وأكدت الوزارة أن أمر سمو ولي العهد يتوج جهود الوزارة المستمرة والساعية نحو تكثيف وتسريع وتيرة العمل بالمشاريع الإسكانية المدرجة على جداول الخطة الإسكانية، مشيرة إلى أن توزيع وتسليم هذه الوحدات السكنية من شأنه أن يضفي مزيدا من الاستقرار على الأسر المستفيدة ويبعث برسالة طمأنينة إلى المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية بأن الوزارة تسير على النهج الصحيح الذي رسمت معالمه محاور الخطة الإسكانية التي تحظى برعاية مباشرة من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى. وتابعت أنه بتوزيع المشاريع الإسكانية الأخيرة المدرجة ضمن خطة توزيع الوحدات السكنية التي أمر بها سمو ولي العهد تكون الوزارة قد استطاعت أن تقطع شوطا كبيرا في تنفيذ ما التزمت به أمام برنامج عمل الحكومة بتوفير 25,000 وحدة سكنية، مشيرة إلى تعهد وزارة الإسكان أن تستمر بالسير على المنوال ذاته خلال المرحلة المقبلة وأن يتم طرح المزيد من البرامج والمشاريع والخدمات التي تكفل استقرار المواطن البحريني. وأكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها الرامية إلى سرعة تنفيذ جميع المشاريع الإسكانية التي يتم تنفيذها حاليا في المدن الجديدة ومشاريع المحافظات والاستمرار في وضع أنسب الحلول والآليات. كما شددت الوزارة على أنها تضع توصيات سمو رئيس الوزراء الموقر بشأن استدامة المشاريع الإسكانية والتنمية الحضرية تأتي على رأس أولويات الوزارة. من جانبهم عبر المواطنون المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على ما تبذله من جهود كبيرة من أجل راحة المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات الإسكانية التي تقدمها الحكومة لهم، مشيدين باللفتة الحانية لسمو ولي العهد الذي أمر وزارة الإسكان بتوزيع الوحدات السكنية، الأمر الذي جعلهم يعيشون هذه الفرحة الكبيرة لحظة تلقيهم اتصال الوزارة واستدعائهم للوزارة لإتمام الإجراءات اللازمة.